الحمد لله، مبروك للجميع، مبروك للإدارة، ستاف تكنيك على رأس نبيل كوكي، مبروك للستاف ميديكال، جماهير، أحباء النادي الكل، الإدارة الكل، للشركة الممولة، الجماهير النادي الكل العريضة اللي في الجزائر وخارج الجزائر. الحمد لله مو سهل صح الحقيقة، مو سهل باش تحافظ على لقب أربع سنين متوالية، تعرف باش تقعد باش تطلع للقمة تتعب، وباش تحافظ على أنك تقعد في القمة أصعب وأصعب. رب العالمين وفقنا وين قدرنا نوجدوا الوصفة المثالية اللي لعبنا بها المقابلات كامل، واللاعبين أيضا مشكورين على التضحيات اللي قاموا بها، يعني سواء اللي شاركوا معنا والله اللي ما شاركوش، يعني كانوا أيضا يعني محترفين إلى أبعد درجة. يعني نهنيوا نفسنا ونهنيوا الإدارة خاصة اللي وضعت الثقة فينا.